الآن تقريبا أصبحت عندنا فكرة عامة عن استخدام البرنامج، وطبعا ما أريد أنه أزيد عليك في محتوى هذه التوتوريال، يعني التوتوريال جدا بسيط والبرنامج جدا بسيط والتعامل معه أيضا بسيط، يعني ما يحتاج من عندك كثير من الأمور. لذلك مثلا خلينا ناخذ بعض النماذج، مثلا الآن نبدي نتعامل مع الناب بار اللي هو يعتبر عندك في جزء جدا مهم في الصفحة. فخلينا نبتدي بروجكت جديد. لاحظ الآن عندنا إما أنه نستخدم اليو آي اللي موجودة عندنا، أو نبدي نستخدم الإليمنتس بشكل مباشر يعني. فمثلا لو تجي هنا على اليو آي راح تجد شيء عندك خاص في النافيجيشن، أوكي، في النافيجيشن طبعا راح يوفر لك 3 أنواع، إما يكون عندك كلين أو يكون مع البوتون. يعني دائما ما تلاحظ أنه النافبار يحتوي لك على صفحات ويحتوي لك على اسم الموقع او اللوجو الخاص فيه. اضافة الى ذلك يعني ينقسم عندك الى ركنين، ركن يكون مثلا في اتجاه اليسار وفي اتجاه اليمين. في اتجاه مثلا اليسار يحتوي لك على اسم الموقع واللوجو الخاص فيه مثلا. في المنتصف او بالقرب من الجهة اليسرى يحتوي لك على الصفحات، اسماء الصفحات، ويمكن تكون الصفحات بشكل مباشر او تحتوي لك على قائمة مسددة تحتوي لك على الصفحات وهكذا. في الجزء الاخر يمكن يحتوي لك على معلومات المستخدم ومعلومات تسجيل الدخول إلى هذه الأمور. فمثلا أخذ هنا with button، فإما أنه تسحبه وتسقطه بشكل مباشر، لو تلاحظ أنه يأشر لك يقول لك هذا هو البودي، أوكي، أو تبدي تسحبه وتسقطه هنا على البودي. فخلينا أسحبه وأسقطه بشكل مباشر. لو تلاحظ بدأ أنه أعطاك النموذج أو اليو آي مثل ما هو موجود بالضبط. هذا عندك اللي ما يسمى بالبراند، احنا متعلمين عليه انه النافبار بالجزء يعني بشكل عام فهو يتكون عندك من 3 أجزاء، مثل ما قلنا البراند، هذا البراند اللي يحتوي لك على لوجو مثلا او على اسم الصفحة، والتوجل اللي هو من خلاله تعمل توجل هذه الاليمنتس اللي موجودة، وعندك القسم الخاص في الكولابس. هذا كل القسم هو انه لما تبدي بتصغير الصفحة مثلا تجعلها على هذا الشكل، فانت ايش تعمل عليه كولابس. فلاحظ لو ابدي اخذ على هذا فيأشر لك على التوجل، هذا القسم الخاص في التوجل. يعني في الأساس هو يعتبر عندك، يعني لو تدخل عليه بهذا الشكل يعتبر عندك سبان معطيها الآيكون الخاصة في التوجل، وهو في الأساس موجود عندك داخل نافبار توجل نافبار ثم ذلك البودي. إذا هذا كمبونت، الآن يعني بشكل مباشر تستطيع أن تقوم بتغيير العناصر اللي موجودة فيه أو تضيف العناصر من خلال عمل دوبليكيت، ما في عندنا أي مشكلة فيها. الآن هذا يعتبر عندك يو اي. لا ابدي اضيف الاليمنتس هو بحد ذاته، اوكي، ابدي بحذفه، اتجي هنا على الـ يعني القسم الخاص في مثلا في البيج، اوكي، في البيج في الصفحه راح تجد العناصر الخاصه في النافبار اللي هو هذا النافبار، ابدي اسحبه واسقطه بهذا الشكل، اوكي، هذا البراند الخاص فيه، وهذا عندك العناصر اللي هي بالاساس تعتبر عندك لينك طبعا. لو تلاحظه هو ايضا يتكون عندك من نفس العناصر التوجل والناب بار كولابس، لكن الان ما يحتوي لك على البوتن موجود عندك في اتجاه اليسار. نفس الشيء لو تعمل عليه بهذا الشكل راح يظهر لك يعني الاليمنت الخاص في عمل كولابس وتوسيع بالنسبه للناب بار. فالان اكو شغله ايضا مهمه في لما تتعامل مع اي عنصر، فتلاحظ مثلا ابدي بالتأشير على هذا الناب بار، فهو راح يبدي يعطيك هنا في الاقتراحات راح يقول لك اوكي هذا النافبار هنالك عناصر اليه يمكن تقوم باضافتها اللي هو البراند والتوجل والكولابس. اوكي، لما اقوم بالدخول مثلا خلينا نغير، ابدي بالدخول هنا على هذا الايتم اللي هو يعتبر عندك من الناف، فايش راح يقول لك؟ انه هذا في السيكويست في الاقتراحات الخاصه فيه انه تستطيع اضافة ايتم. يعني لو تدخل هنا على اللينك، اوكي، هذا يعتبر عندك لينك طبعا وهو موجود عندك داخل الناف ايتم. فالعملية يعني جدا بسيطة بالتعامل. الان كل عليك انه تقوم بعمل تغيير الفيو، تغيير التصميم الخاص في النافبار.